السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلبة طالبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنحل معاكم Check Your English، ده أول حلقة في الترم الثاني، وأتمنى أن يكون ربنا وفق كلكم في الترم الأول. ونبتدي بأول سؤال معانا، بيقول لي You can find out information about the monuments of Luxor at the Tourist Information Center. أنت تستطيع أن تجد معلومات أو تكتشف معلومات عن آثار الأقصر في مركز الاستعلامات السياحي. The police station is next to the park. قسم الشرطة جنب الايه الحديقة او بجوار الحديقة. You should not snorkeling in Hargada. You should try snorkeling. لازم تجرب رياضة الغطس باستخدام انبوب في الغردقة. Try tourists like to not scuba diving when they visit Hargada. السياح بيحبوا ان هم go scuba diving لما بيزوروا الايه الغردقة. I prefer reading historical stories. أنا بفضل قراءة القصص الإيه التاريخية. I have more school work to do today. عندي عمل مدرسي كتير عشان أعمله النهاردة. Is the place where we can read or borrow books. مكان نستطيع أن نقرأ ونستعير منه الكتب، يبقى ده اللايبراري. I read A or N about the new story I want to buy. أنا قرأت إيه عن القصة الجديدة اللي أنا عايز أشتريها، يبقى أنا قرأت ريفيو، مقال نقدي. What kind of story do you recommend to these children? إيه نوع القصة اللي أنت تعمل لها توصية أو تزكيها لهؤلاء الأطفال؟ Scientists are trying to develop the technology of the future. العلماء بيحبوا إن هم أو بيحاولوا إن هم يطوروا تكنولوجيا المستقبل. Using technology is essential. كلمة essential هنا معناها important، معناها هام أو ضروري. In STEM schools, teachers encourage students to do projects. المدرسين بيشجعوا الطلاب على إنهم يعملوا مشروعات في مدارس الـ STEM. In STEM schools, science lessons aren't the same lessons introduced in usual schools. في مدارس الاستيم الدروس المقدمة هناك ليست هي نفس الدروس المقدمة في المدارس العادية. In STEM schools all the lessons are in English. كل الدروس تعتبر باللغة الإنجليزية. Some robots dive under water to study the sea. بعض الروبوتس بيغوص تحت الماء عشان يدرس الايه البحر. Other robots are sent into volcanoes instead of people because they are dangerous. بعض الروبوت الآخرين بنبعتهم في البراكين عشان يدرسوها بدلا من الناس، لأن البراكين دي بتبقى خطرة جدا. Personal robots are designed to help people with jobs at home. الروبوت الشخصي ده مصمم عشان يساعد الناس في وظائفهم في البيت. We use not to cut the grass in garden or and parks. بنستخدم اللون مور عشان نقطع العشب أو الحشائش اللي موجودة في الحديقة أو الجنينة. Is a large mountain from which fire and rocks sometimes come out. يبقى هو الفولكانو اللي هو البركان ده يعتبر جبل كبير بيطلع منه نار وصخور في بعض الأوقات. There are a lot of TV channels. في العديد من قنوات التلفزيون. That will show the final match on air. That will show the final match on air. دي اللي هتعرض الماتش النهائي على الهواء. This course will help you to improve your English. الكورس ده هيساعدك ان انت تحسن من لغتك الانجليزية. It's 42 not today. It's very hot. يبقى بيقول لي ان درجة الحرارة النهاردة 42، يبقى it's 42 degrees. وكده الجو حر جدا. If you go not the supermarket, please buy me 2 kilos of apples. يبقى لو جيت رحت انت go past يعني عديت بالسوبر ماركت، هات 2 كيلو تفاح معاك. My friend studies computer programming. صديقي بيذاكر برمجة الكمبيوتر أو بيدرس برمجة الكمبيوتر. علي is genius at math. يبقى علي ده genius at يعني عبقري في مادة الماس. وبكده يكون حلنا معاكم على الفوكابلري، وانتظرونا في فيديو تاني على الجرامر ان شاء الله.